ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المحامي والباحث في القانون العام الأستاذ معاذ أبو دلو وعبد الفتاح محمد، أحد المتضررين من تلك المنصات. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك عبد الفتاح، أخبرنا ما الذي حدث معك تحديدا وكيف تم إقناعك أو لنقل استدراجك. يا أهلا فيك. أنا دخلت المنصة بشهر 4 بشهر 10 14 تمام، دخلت بمبلغ 20 دينار، هذا على بناء أنه أحد زملائي أقنعني بالمنصة وربحها شيء قليل ومش نصب ومن هذا الحكي. فطلعت على المنصة قبل هيك، طلعت أنه المرابحة تبعتها يعني ضمن المعقول، 2% من مبلغ الإيداع تمام. فحكيت يعني إذا 20 دينار تقريبا بتجيب لها 40 قرش، 100 دينارين ونص زي هيك باليوم، فهذا شيء معقول ضمن التجارة تمام. أودعت على بناء هذا الحكي 20 دينار تمام، ومن ذلك طورت شوي وأودعت 80 دينار عشان أكمل المبلغ 100 دينار. طلعت على الأرباح مناسبة جدا بالنسبة للربح اليومي إنه ضمن المعقول، وهذا إشي مش نصب أو نحكي شيء زي هيك، لأنه حكيت إذا هذا إشي نصب كانت الأرباح أعلى من هيك بكثير. نعم، كم المدة التي كنت تأخذ فيها أرباح يعني؟ نحكي ال 20 دينار قعدت 3 أيام، 80 دينار 5 أيام، بعدين حطيت 2000 كملتهم على 2000، بعدين رديت أودعت 2000 بحساب ثاني، فالإيداعات تبعتي وصلت 4000 دينار. يعني المرابح الأولية، الربح الأولي اللي كنت تاخذه لأقنعك لزيادة المبلغ. أيوه 100%. نعم، الربح الأولي كان قليل جدا يعني بالنسبة لليوم، يعني أنا بالعادة الواحد إذا معه 1000 دينار بده يروح يتاجر فيهم أكيد راح يجيبوا له أكثر من 60 دينار باليوم. نعم، سأعود إليك، ابقى معنا أرجوك. سأذهب إلى أستاذ معاذ. أستاذ معاذ، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مواطنون إلى عملية احتيال جماعية، أين يكمن الخلل برأيك؟ مساء الخير لك سيدتي، ومساء الخير للمشاهدين والمشاهدات الأعزاء. سيدتي، يجب أن نعي بأنه الجريمة تتطور مع تطور المجتمع، واليوم نحن يعني مجتمعنا تطور، ضمن احنا الان بنعيش في حاله من التطور غير مسبوقه يعني بيشهدها العالم من خلال المنصات الالكترونيه والمواقع الالكترونيه والفيرتشوال وورد، يعني احنا العالم الافتراضي. عالم افتراضي، نعم. نعم، فلذلك يعني احنا نعتقد بانه نجزم بان الجريمه تتطور مع تطور المجتمع، وهناك طرق احتياليه زي ما كانت سابقا ان تكون ممكن هذه الطرق الاحتياليه بالصفه او بالشكل الوجاهي، اصبحت عن طريق السوشيال ميديا او هذه البرامج او من خلال عبر الشاشات، يعني بدون ما تعرف انت مين اللي خلف هذه الشاشه اللي بتواصل معك. لذلك يعني تكمن المشكله، انا برايي يمكن اكون قاسي يعني نوعا ما، هي ب خلينا نسميها في بعض الأشخاص اللي بده يحقق ربح بطريقة سهلة، يعني المواطنون الذين يذهبون إلى هذه المنصات دون علم هذه المنصة مرخصة، هل هي حائزة على قبول من البنك المركزي، من الجهات المالية المخولة، هل هذه المنصة مين ملاكها، هل هي مسجلة كشركات معتمدة وقانونية، شو بتشتغل، بلكي هذه المنصة بتشتغل بأعمال غير مشروعة، أنت ممكن يرجع عليك هذا الأمر بعواقب وخيمة مستقبلا. لذلك أعتقد بأن المشكلة تكمن، ما بدي أقول الجشع والطمع، ولكن خليني أستخدم الربح السهل لنقل، اللي هي الربح السهل، يعني المواطن أو الإنسان بطبعه بهمه أنه يحقق أرباح، وهذه الأرباح بده إياها تكون بطريقة سهلة، فلذلك يلجأ البعض لتحقيق أو للعمل مع هذه المنصات لتحقيق هذا الربح. وكما نعلم بأنه هو شو هو الاحتيال، يعني تعريف الاحتيال بقانون العقوبات المادة 417 هو إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب وسهل وتحقيق وزرع الأمل في نفسه انه بده يجيب له ربح. فلذلك الاخ اللي سمعنا هذا بيقول لك انا اولها دفعت مبلغ معين حققت، هم شو بيعملوا، انا بدفع 1000 دينار بيعطوني مثلا اول شهر 100 دينار، ثاني شهر 100 دينار، ثالث شهر بوقفوا عني. هلا هذول انا خسرت، هم خسروا 200 بس ربحوا. نعم، اريد ان اتوقف عند هذه الجزئيه استاذ معاذ، واعود الى ضيفي سيد عبد الفتاح. يعني انت بالنهايه اودعت 4000، كم استرجعت منهم، و يعني ألم تصل إلى تسوية قبل اللجوء إلى القضاء؟ أنا أول شيء ما اشتكيت تمام. نعم. ثانيتي مبلغي كان عالي جدا بالنسبة للربح، لأنه ما استمرت المنصة بالوقت المناسب، أنا فترتي إنه بالمنصة كانت أقل من 20 يوم.
لكن انت بالنهايه مجموع المبالغ 4000 دينار. مجموع المبالغ الايداعيه فقط غير الربح، الربح كان واصل لتقريبا 1100، يعني نحكي 5100 دينار. يعني على الحسابين. يعني انت خسرت 3500 دينار. 3900 دينار بالضبط. لماذا لم تتجه الى القضاء؟ ما توقعت، انا ما بتوقع يجيني حق. نعم نعم، أريد أن أتوقف عند هذه المعلومة. أستاذ معاذ يعني لم يتوجه إلى القضاء، لا يتوقع أن يرجع حقه زي ما بيقولوا. في مثل هذه القضايا كم يأخذ الإجراء القضائي وقتا، وهل من الممكن أن يستعيد المتضرر أمواله؟ هو يعني القضاء هو الحصن المنيع، يعني وهو هو هو ضامن الحقوق والحريات والكرامات وحقوق الافراد. يجب على المواطن، وهون المشكله عوده على سؤالك الاول التوعيه، ما يجب على المواطن ان يعي انه انا لما بدي اتوجه بدي يصير علي يكون لي حق او حق للغير، يجب اني اتوجه للقضاء وللمحاكم المختصه. وهل من الممكن ان يستعيد المتضررون اموالهم؟ ونحن دولة مؤسسات وقانون، لذلك نعم. لماذا المحاكم مفتوحة إذا لم المتضررين لم يحصلوا على حقهم؟ إذا عرف من الجهة التي قامت بالاحتيال عليهم وعرف من المشتكى عليهم، وأنا زي ما سمعت حضرتك هلأ بتقرأي بالخبر بأنه النيابة العامة حالت أربعة. صحيح. أشخاص من هؤلاء الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذه المنصات، إذا أعتقد بأنه النيابة العامة حققت هي مرحلة تحقيقات، ويوجد أيضا مرحلة محاكمة عند تقوم النيابة العامة بإرسال ملف التحقيق إلى محكمة الموضوع، ولكن هذا الأمر نعم سوف يأخذ وقت، لكن هذا الوقت في كل دول العالم بتاخذه في وهل مثل هذه القضية تتحول إلى محكمة أمن الدولة بعجالة، نعم أو لا؟ ما يا ستي ليش بدك تحوليها لمحكمة أمن الدولة؟ حسب هلا في قانون الجرائم الاقتصادية بحق المحكمة المختصة بموجب المادة 6 هي محكمة البداية، ولكن لا يوجد ما يمنع من أنه نحولها لمحكمة أمن الدولة، ولكن هل هي جريمة اقتصادية بتأثر على الاقتصاد الوطني؟ هذا الأمر بحدده النيابة العامة. نعم اتضحت الصورة. عذرا منك، الوقت داهمني. شكرا لك المحامي والباحث في القانون العام الأستاذ معاذ أبو دلو، وعبد الفتاح محمد أحد المتضررين من إحدى منصات الأعمال المزورة.